الآخر المستقل جميل. أو المعارض محمد قاسم أيضا. من هو محمد قاسم؟ احترام اللي ما أعرفه. طب خلنا نعرفك على من هو محمد قاسم ونستكمل حديثك. معي على الطرف الآخر من الهاتف رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية البحريني الشقيق الأستاذ محمد قاسم. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور أمسي عليك وعلى الأخوان اللي معك بالاستديو والأخوات المشاهدين. حياك الله. حابين نسمع روايتك عن الحادثة، وش سالفة اللجنة الخماسية المشكلة؟ روايتك هي وش اللي عندك؟ وش السالفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن تابعتم كل الأحداث اللي دارت أو اللي صارت من خلال الكونغرس الاتحاد الآسيوي وصولا إلى مؤتمر المنامة، وكان هناك يعني نوعا من الظلم صراحة في بعض الملاحظات اللي أدرجوها الإخوان في اللجنة الخماسية في التقرير، وأنا تم تعليق علقت على هذا الأمر، وأعتقد بأن يعني أنت اليوم لما توجه أي اتهامات أو أي أمور لأي شخص كان يجب أن تثبت الأوراق اللي يعني تبني عليها تقاريرك، ولكن أن تبعث بتقرير بدون أوراق تثبت عليها صحة الادعاءات، فأعتقد بأن هناك يعني أمر مفقود في هذا الشأن. لذلك كان مؤتمر المنامة واضح، وتم استعراض جميع الأوراق والمستندات، وأيضا شركة الترقيق التي قامت بترقيق الحسابات قامت بكشف جميع الأوراق والأمور المطلوبة. أضف إلى ذلك بأننا نحن اليوم يعني نتحدث عن اتحاد لم يكن لديه أي موازنة تذكر، ولم يكن له حضور على المستوى الخارجي، وخلال عام واحد نجحنا الحمد لله رب العالمين في إيجاد موازنة بسيطة نوعا ما وصلت إلى 100,000 دولار، ولكن كانت هي بادئة الخير من أجل أن نستمر في تقديم الاتحاد بصورة إيجابية. صحيح بأن الاتحاد الآسيوي للصحافة يعني يمكن لم يؤدي أدوار كبيرة في الفترات الماضية، ولكننا تو بدأنا. يعني أنا اليوم فقط عام واحد على رئاستي، وبعد ظهور الاتحاد بهذا الشكل كان في برنامج عمل قدم من بعد انتخابات البحرين في 2016 وتم تنفيذه بالكامل. بدأنا نتحرك، بدأ الاتحاد الآسيوي يفرض اسمه بشكل قوي على الساحة القارية والدولية. كان الحضور كبير في معظم الأحداث والبرامج اللي نظمناها. يمكن هذا الأمر يعني بدل ما يعني يكون هناك يعني تقدير لما أنجز في هذا العام، أنا صراحة يعني مستغرب من ما حدث من انعكاس في الأمر بعد كونغرس ماليزيا. الأمور الآن يعني وصلت إلى منحنيات لم نتمنى أن تصل إليها. أيضا يعني الاتحاد الأسيوي ومؤسسة القارية كان من المفترض أنها يعني تبقى أرفع من ما يحدث لها اليوم من مناوشات. ترى كل ما يدار اليوم ما نشاهد إلا في إعلامنا العربي والخليجي. أستاذ محمد اسمح لي، أستاذ محمد اسمح لي، احنا بنحاول شوف من خلال اتصالك أنه احنا نذهب للموضوع بشكل مباشر. أنت كلامك اللي تفضلت فيه إلى الآن كلام عام، يعني ما إلى الآن ما أدري المشكلة إيش هي. أنت كلامك نصا من خلال الخبر اللي احنا طلعنا فيه تقول هنالك محاولة من لجنة خماسية لتشويه سمعتي. أعطيني ردك، أبغى كلام مباشر، روح مباشر أعطيني. إذا كان أيوة في أيوة عندك مشكلة مع سالم الحبسي أنت رئيس اللجنة المشكلة الخماسية، كيف هل عندك مشكلة مع سالم الحبسي رئيس اللجنة الخماسية؟ أنا اللي قاعد يوصل شوف الأخ سالم الحبسي في الأول والأخير يبقى أخ عزيز من 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 سلطنة عمان. ما حدث أو ما هو ماخذ موقف عليه منه هو بعد سقوط المرشح العماني في انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة. هذا ما وصلني من قبل البعض اللي يتحدث معاه بأنه زعلان كبير على هذا الموقف. في الأخير يعني أنا لم أتمنى أن يظهر هذا الخلاف أو هذه المشكلة اللي بيني وبين الأخوان في بناء تقرير، ولا يعني أستطيع أن أؤكد على هذا الأمر في هذا الشأن، ولكن ما هو واضح في التقرير الذي ظهر بأن يعني هناك أو تصريح حتى تصريح العضو اللجنة الخماسية الذي جاء للمؤتمر يوم أمس في البحرين، يعني كان تصريحه جدا واضح بأن هناك تقصد، بأن هناك محاولات بأي طريقة، أو حتى العرض اللي قدموا لي إياه، يعني هناك عرض يقدم لرئيس الاتحاد بأنك تستقيل وسيتم قفل هذا التقرير، أو إذا ما استقلت راح نشوف ندور أي
شيء مكتبه ودك يعني في امور صراحه. معلش 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 استاذ محمد، اعيد لي النقطه الاخيره في دفع ايش؟ يعني بالامس اول لجنه الخماسيه اللي حضر مؤتمر البحرين الاخ عاطف من الاردن كشف نقطه مهمه بان هناك كان عرض لي، وبالفعل انا تلقيت اتصال بعد تكليف الاخ عاطف، تلقيت اتصال هاتفي قبل اجتماع اللجنه الخماسيه يعرضون علي تقديم الاستقاله مقابل انهاء هذا التقرير وعدم مناقشته وعدم اطلاع على اي شيء. فانا رفضت ان انا اتقدم بالاستقاله، ولذا ذلك قالوا خلاص اذا ما استقلت احنا راح نحاول يعني راح نبحث عن الاوراق وراح نسوي ونفعل وكذا. قلت لهم هذه امر مكلفين انتم فيه، لكن انا استغيل طيب مقابل. طيب ما دام في عرض، هم ما دام في عرض هم خايفين من ايش؟ والله مش عارف هذا السؤال، يعني انا مش عارف خايفين من التأكيد. اكيد عندك معلومه، جاك عرض لا تقدم استقاله بالمقابل تسحب التقرير. ما اعرف يعني مش عارف انا ليش ذا العرض اصلا، يعني في الاخير العمليه الان متجهه للانتخابات للاتحاد، ليش الاصرار على ان انا استغيل اليوم؟ طيب انت هذا السؤال بصراحه ما مش عارف انا شو الاجابه اصلا. طيب ليش تدفع الاستقاله؟ سؤال اكيد. شوف ليش تدفع للاستقاله؟ انت هذا كلامك تقول كان الهدف من اللجنه تشويه سمعتي والنيل مني ودفعي للاستقاله، ليش؟ هو طلب ان انا استغيل من رئاسه الاتحاد الاسيوي. كيف؟ انا ما انا لان هناك شوف انت لو تابعت يعني عمليه الاستقالات من 5 الى 6 7 9 10 يعني هناك ضغط متدرج على الرئاسه على الرئيس، ان في الاخير احنا لازم الرئيس يستغيل علشان مباشره تكون انتخابات، ما تكون في تبعات في النظام الاساسي ولا تكون في امور قد يطعن فيها ولا كذا، لان اذا تقدم سنه استغال في خلاص وفي الاخير الرئيس دام استغال خلاص راح تعاد الانتخابات بالكامل من غير اي تبعات او ان احنا قد تكون في طعون او كذا من ناحيتي ولا من ناحيه اي شخص اخر. طيب. ولذلك انا شفت ان الضغط الكبير كله كان ان انا لازم استغيل من رئاسه الاتحاد. هذا الامر انا صراحه بالامس ايضا تركته الى الجمعيه العموميه، لان يعني اليوم يعني للامانه الجو اصبح مش جو عمل، صار جو مشاحنات، جو انتقادات، وجو هذا ينتقد ذا وهذا يتكلم على ذا وهذا يوجه اتهامات وهذا يرد، يعني مش جو ان انا اللي جيت له علشان اخدم اسره اسيويه. طيب معليش انا بربط كلامك الاخير هذا انه تقول الجو الان ما اصبح جو عمل، هل هذا السبب اللي دفع طلال الشيخ انه يستقيل كذلك؟ والله شوف الاخ طلال الشيخ يعني رجل عمل معي من بدايه حملتي الانتخابيه وصولا الى موعد تقديم استقالته. انا الى الان يعني ما عندي يعني صراحه الاسباب الحقيقيه اللي ادت الى استقالته، ولكن اللي شاهدته في ورقه استقالته بانه هناك ظروف خاصة، وأيضا بالفعل أيضا حط جزء بأن ما شاهده من جو غير صحي، يعني بما معناه جو غير صحي للعمل داخل الاتحاد بعد تقديم العديد من الاستقالات وبعد البيانات والتصريحات والأشياء اللي صارت هذه كلها. طيب للأمانة أنا يعني الشخصية اللي صدق اخترتها. طيب معلش أنت ما تواصلت معاه، ما سألت عن الأسباب الحقيقية لاستقالته؟ أكيد تواصلت معاه. لا تواصلت معه بعد تقديم استقالته، وقال لي صراحه يعني الوضع وصل لحد واحد ما يتحمله، يعني الى متى احنا نجلس بس متواصلين في نفس المنوال ونفس الطريقه ونفس الضغوط ونفس فهو حصل قناعه، وانا صراحه احترمت قراره وتوجهه، وانا اؤكد لك صراحه يعني انا الشخص صراحه اللي يعني اللي انا صدق بالفعل يعني خسرت وقفته ودعمه، واللي يعني يمثل لي كان دعم قوي جدا هو الاخ طلال الشيخ، لانه من البدايه كان هو السند الحقيقي صراحه. ما هو بالنهايه لا سمح الله انت دفعت كذلك استقاله وقبلك استاذ طلال الشيخ، يعني احنا على المستوى الخليجي قاعدين نفقد مقاعد على المنبر الاسيوي ولا لا؟ بالفعل. طيب وانت الان حتى في عاده الانتخابات احنا طيب يعني اعطيني نقاط مكاشفات، اعطيني اياها بشكل مختصر واعطيني اياها بشكل مباشر، اعطيني الملاحظات اللي عندك قبل ما تستقيل، او اذا كنت لا تنوي الاستقاله تقول نحن نشتكي من 1 2 3. ما ابغى كلامك السابق اللي توهتني فيه، يعني كلام جميل بس احس انه كلام يعني عام، ابغى كلام مباشر حدده 1 2 3. انا قلت لك انا الان احنا اليوم لما احنا نتجه الى 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 اعاده الانتخابات، احنا ما نعرف من اللي الوجوه اللي ايضا بتحضر وبتاخذ المقاعد. ترى انت اليوم عندك 17 مقعد وعندك 29 الى 30 دوله اسيويه،
واليوم بعد ظهور الاتحاد في عام واحد بشكل قوي وفرض وجوده واسمه والكل الطبات اليوم يتكلم عن اتحاد آسيوي بعد ما كان الاتحاد ما يعني ما يذكر في الإعلام ولا أحد مهتم له. اليوم الكل بيكون حريص أنه هو يتواجد. فأنت اليوم حتى الأسماء أنت ما تعرف ما لا تضمن من اللي بيدخل ومن اللي بيطلع. فإحنا اليوم لما يكون عندنا تمثيل على 5 دول خليجية ودولة ودولتين عربيتين داخل الاتحاد الآسيوي ومن ثم تعاد الانتخابات ولا تعلم من يدخل ومن يخرج، فأعتقد بأن هذه الأمور أيضا تحتاج إلى حسب قبل الانتخابات. أنا صراحة يعني رد الدولي إيش كان وجهة نظرك حوله الفيفا؟ رد الاتحاد الدولي؟ إيه؟ أنا صراحة أنا قبل يومين أرسلت رسالة للجمعية العمومية الآسيوية وأوضحت لهم أن تعليقي على بيان اللجنة الخماسية، ولكن فوجئت أمس بأن الاتحاد الدولي يرد على رسالتي الموجهة إلى الاتحادات الآسيوية ويضع نقاط وتعليقات على يعني على صياغة رسالتي. يعني أنا اليوم لما أتخاطب مع الدول الآسيوية الرئيس الاتحاد الدولي هو يعلق على خطابي للاتحادات الآسيوية. أنا ما أعرف صراحة يعني أنا لم أخاطب جياني ميرلو، أنا خاطبت جمعيات عمومية آسيوية، فهو قام بالرد علي ويعلق على النقاط اللي أنا ذكرتها. وحتى في بند يعني أنا صراحة يمكن هو يعني بالنسبة للصياغات نحن يعني إحنا دائما نقول إحنا جنود لهذه المؤسسة ونعمل لخدمة هذه المؤسسة، فهو يقول في رد نحن لسنا في حرب. طيب. ونظام الاتحاد الآسيوي يقول بأننا لا بد ما يصير نحن يعني نتطرق إلى حروب. ما تطرق إلى حرب، أنا قلت جندي وافي لهذه المؤسسة. طيب. هناك أمور أنا صراحة لم أفهمها في هذا الفضل. طيب في مداخلة مع ضيفنا الأستاذ بندر راشد حاب يسألك. محمد مساء الخير. أعد بالله تحية. أستاذ محمد مساء الخير. كيف بالخير والنور والسعادة. أنا شخصيا يعني أعرف محمد القاسم جيدا وأعرف العمل اللي قاعد يقدمه في الاتحاد الآسيوي منذ أن كان يعني موفد من الاتحاد البحريني في كأس الخليج الذي يقيم في العاصمة الرياض. أنا أعرف حرص محمد قاسم على نهضة الإعلام الخليجي ونهضة الإعلام الخليجي بصفة عامة في آسيا. محمد خلينا نكون حنا كإعلام سعودي كإعلام خليجي كإعلام آسيوي مهمتنا الآن هو تقييم العمل، تقييم العمل بالوقت الراهن يعني منذ استلامك أو توليك منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ونحن نشاهد في مناوشات بصريح العبارة، يعني حنا ما ودنا نقول أمثال ولا ودنا نجيبها من وراء على قولتهم من تحت الحزام، لا بنكون صريحين فيه خلافات ظهرت على السطح منذ توليك بين الاتحاد الدولي، صعب ما ودي أنا أقول محمد قاسم، لا بقول بين الاتحاد الدولي الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وبين سالم الحبسي شخصيا في الاتحاد الخليجي. تضررت كثير وضريت الصحافة الرياضية على كافة المستويات، أنا ما ودي أتكلم سعودي، لا أنا بتكلم على كافة المستويات الخليجية. من المؤسف جدا أن يكون وضعنا بهذه الصورة، يعني دائما نشاهد انه الاتحادات تسعى بشكل كامل لان تكون الصحافه الرياضيه بشكل مميز وتسير بخط سير ثابت وتستفيد من كافه الاتحادات، الا نحن كخليجيين خلافاتنا تزداد دائما على مستوى الصحافه انا حديثي ودائما فيه مشاكل. يعني نشاهد، انا بس بعلق على موضوع التواجد نائب رئيس الاتحاد الدولي في المؤتمر الذي يقيم في المنامة معك. محمد المالكي في المؤتمر جاء للمؤتمر وقال أنا تواجدي هنا دعم لمحمد قاسم. نشاهد أنه بيان الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يقول بأنه محمد قاسم تهرب. طيب يعني وين راح قبل شوي في مؤتمر المنام اللي قالوا حنا جايين ندعم محمد قاسم؟ ففي تضارب في المصالح جدا بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. أنا أعرف محمد بينك وبينهم خلافات الاتحاد الدولي كونك يعني هناك من أوصل رسالة لرئيس الاتحاد الدولي بأنك ترغب بأن تترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للصحافة، وهذا حق مشروع لك ولكل صحفي حر ينتمي إلى بلده. ولكن أنا سؤالي أن الخلافات الذي يعني أنت ذكرت أنه من كونغرس ماليزيا وبدت الخلافات، لا يعني كصحفي متابع أنا شخصيا أنا أعرف أنه الخلافات انطلقت بين الاتحاد الدولي للصحافة والاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي برئاسة سالم الحبسي منذ توليك أو منذ ترشحك لمنصب الرئيس.
تعليقك. ايوه شوف شوف انا اتفق معك فيما طرحته. العمليه يعني يمكن حتى عمليه الخلاف كانت يمكن في البدايه بينه وبين الاتحاد الدولي في اليه العمل، لان يعني الاتحاد الدولي يمكن يبغينا نمشي على خط معين واحنا راسمين خط معين اخر علشان نسير فيه المؤسسه القاره، ولكن يمكن هذا مش كان الخلاف الكبير يعني المتوسع ولا المتشعب، ولكن اعتقد بان كان كونغرس كوالالمبور هو يعني ما اثير فيه وما يعني الاليه اللي دارت والجو اللي كان فيه هو اللي كان يعني يمكن وصل الرسائل، يعني افتح كل الامور بشكل غير محبب لدى حتى الدول الاعضاء، يعني حتى يمكن وصلت العمليه يوم الاتحاد الدولي قفز الى عمليه انه هو يدعي الجمعيه العموميه للانتخابات مبكره، وخاطب الاتحادات الاسيويه وكان يحتاج الى 20 دوله من اصل 29 دوله، وتحصل فقط على 12 دوله مؤيده، يعني كانت هناك عمليه يعني متراكمه وعمليه متسارعه في الخطوات، ولكن في الاخير يعني لما توصل ايضا حتى لعدد 10 استقالات في المؤسسه بهذا الشكل، يعني حتى احنا غير راضيين على 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 اللي قاعد يحدث في هذه المؤسسه القاريه، لان احنا اليوم وجدنا، بس انا بوضح نقطه، احنا ترى اليوم ما جينا علشان منصب، يعني سامحوني بسم بالله، انا جيت بعد ما شاهدت الاتحاد الاسيوي بحاجه الى دعم، وصلت انا كنت نائب امين عام في 2014 وشفت الاتحاد يعاني من غير دعم، من غير مقر، من غير اي شيء يذكر، فجيت في خلال سنتين اوجدت مقر للاتحاد واوجدت موازنه للاتحاد وعملت ووفرت موظفين للاتحاد، ويعني لنا هيبه، صار لنا عمل ينتج، صار لدرجه ان احنا في 2014 يمكننا نخاطب الدول بخطابات رسميه، قالوا احنا من سنين ما شفنا خطاب جاننا، اكثر شيء يجينا دعوه بالايميل حق الجمعيه عموميه. طيب كل هذا العمل ينسف من اجل انا لا اعلم الاسباب اللي يعني لا، وانت واضح، انت واضح مختصر كلامك انه فعلا الاسباب شخصيه. اذا سمحت لي في مداخله اخيره من ضيفنا الاخر استاذ ناصر الغربي. استاذ محمد مساك الله بالخير. مرحبا وسهلا. ارجع واقول يعني مع احترامي لمحمد القاسم، الاتحاد الاسف للصحافه الرياضيه لم يقدم اي شيء يذكر للاعلام الرياضي على المستوى الخليجي او حتى على المستوى السعودي، يعني مع احترام البندر يعني تكلم عن وجودك في دوره الخليج، انت جاي مع المدخل البحريني تخطي المنتخب البحريني، ما قدمت للاعلام الاسيوي والخليجي شيء. مع اللي ذكره الاستاذ محمد المالكي في المؤتمر حقك، ذكر تحديدا ان الاتحاد الدولي تحدث عن وجود اخطاء اداريه لطفق الغير مقصوده، وهذه عاد ترجع الى قضيه اللجنه الخماسيه ومدى وتقص الحقائق، لكن وجود هذه الاخطاء، انت تتكلم الان ان يعني اوجدت مقر ووجدت موظفين وخلافه، كويس، لكن على ارض الواقع ما في شيء، يعني المبنى اذا لم يكن هناك من يسكنه لا يستفاد به. تعليق استاذ محمد قاسم. الله يحفظك، ترى انا ما اخذ لي 20 عام اشتغل في الاتحاد الاسيوي، انا للتو كملت عام واحد. انت كنت امين عام يا استاذ محمد؟ لا طال عمرك، انا كنت امين عام مساعد، يعني جيت من اجل ان اؤسس عمل غير موجود يا شيخ. امين والله عام العظيم، انت لو شوف، الله يطول عمرك، انا لازم اوضح لك نقطه واحده، انت لما تجي اليوم الى مؤسسه منسيه لم يكن فيها دعم، لم يكن فيها عمل، فقط اجتماع واحد في كل عامين، طيب، وتجي تبغي تبني وتاسس، ترى العمليه مش سهله صدقني، ما عانينا فيه من بداية عملنا حتى وصولنا لرئاسة الاتحاد، ومن بعد رئاسة الاتحاد وصلنا من أجل خلق شخصية، لدرجة أن الاتحاد الأسيوي من بعد ما كان منسي في ثلاث في 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 عام واحد استقبل الاتحاد رئيسي دولتين ورئيس وزراء دولة، وصار الاتحاد اليوم يقدم بشخصية مميزة يحترم ويحترم عمله. عملنا دورة في ماليزيا، عملنا نشاط في تركمانستان، قمنا بزيارة الدول اللي لا تعلم بأهمية وجود الاتحاد الآسيوي، نشطنا الدول الآسيوية. محمد هذا أحد المشاكل عندك محمد، يعني لا أنا صراحة سامحني، أنت الآن تقول لي كأن احنا ما عملنا في عام كامل، ما عملنا ولا شيء. ولما دقيقة بس، أعطني بس دقيقة، الوقت سحب عليك محمد أخوي، معلش الوقت سحب عليك. قضية تركمانستان أحد المشاكل، 25,000 دولار هي مشكلة من اللجنة الخماسية. لا 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 صدقني، لا هي مشكلة ولا مدفوع مبلغ، مدفوع من تركمانستان عشان يسوون هم حدث. طب خلينا نسمع شو مدفوع قيمته. واصل استاذ محمد.
كل الامور وضحت وبينت بالاوراق الثبوتيه وكل حاجه، كل المواثير فقط مجرد زوبعه. طيب. بس انا اوضح لك نقطه عن العمليه. اختصر أنا تفضلي اختصر. أن لم يكن هناك عمل يخدم الاعلام السعودي، لم تونا للتو بدانا العمل، للتو بدانا العمل، ولم نصبح يعني ما حضرنا المساحه ان احنا نواصل بتقديم العمل لخدمه. طيب. كل الدول الخليجيه والعربيه والاسيويه. اشكرك الاستاذ محمد قاسم رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافه الرياضيه على مداخلتك وعلى توضيحاتك.